أعزائي المشاهدين، عدنا وبرنامج الملعب. طبعا لقاء الغد لقاء مهم قوي سواء للنادي الأهلي أو نادي الزمالك، ومعانا طبعا شادي طالب. بما إن شادي موجود هنتكلم على لقاء نادي الزمالك والترجي غدا في دوري أبطال أفريقيا دور المجموعات. شادي مشرفني منورني. متشرف بيك يا احمد، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدينا، ومبسوط ان انا معاك ومبسوط ان على الفرصه اللي انت اديتني. دايما دي تاني مره اطلع معاك، فانا سعيد بيك جدا. يعني ما احنا انا كنت لسه بقول قبل ما انت تطلع على الهواء يا شادي، الاعلام زي ما هو فيه موهبه وزي ما هو فيه رباقه وثقافه بيبقى فيه نوعا ما توفيق او حظ، ان هو بني ادم اللي يبقى عنده ثقافه ويبقى عنده كاريزما يبقى فيه التوفيق. اللي انت في مصر بتبقى الناس بقى اللي يشوفك تروح في حته قناه كويسه. فطبعا انا اللي بتشرف بوجودك النهارده، ووجودك طبعا هيفيد ان الجمهور اللي بيتفرج علينا اللي قلقان يا شادي من لقاء نادي الزمالك غدا امام الترجي، مش بس عشان صعوبه اللقاء، بتتكلم كمجموعه نادي الزمالك موقفه صعب، في عدم استقرار في الاداره الفنيه لنادي الزمالك. باتشيكو مشي من 5 ايام بعد لقاء سيراميكا وجي كارتيرون، شايف الدفه رايحه على فين بكره يا شادي؟ والله انا شايف ماتش صعب جدا. طبعا صعبنا الامور علينا بدري، يعني من اول مباراه. يمكن احنا دايما في المجموعات في السنوات الاخيره في المجموعات باستثناء السنه بتاعت فريرا بنعاني شويه في نتائجنا في المجموعات. بدانا الموسم الحالي بشكل مش احسن حاجه قدام البلديه، وبعدها ماتش تونجيس، ثم الهزيمه بقى الاخيره قدام الترجي دي اللي كانت صعبه شويه علينا. انا بشوف ان بكره الجانب المعنوي هو رقم واحد قبل الجانب الفني. ويمكن من وجهه نظري انا شايف كارتيرون جاي بدرجه اولى بسبب الجانب المعنوي وعلاقته باللعيبه، وان هو قادر على شحن الفريق معنويا وتحفيزهم بالقدر الكافي في المباريات الجايه. وزي ما بنقول كده بالمصري، يعني بنلم اللعيبه والمشاكل اللي احنا سمعنا عنها الفتره اللي فاتت في السوشيال ميديا او في وسائل الاعلام، مشاكل ما بين اللعيبه، مشاكل في اوضه اللبس، مشاكل مع باتشيكو، مع ان الراجل نفاه مؤخرا. ولكن انا بشوف ان كارتيرون جاي بالدرجه الاولى عشان الجانب المعنوي. برضو هم جابوه او اداره النادي جابته قبل ماتش الترجي تحديدا، زي ما انت قلت في مقدمه البرنامج، هو محظوظ وكعبه عالي شويه على الترجي وعلى معين الشعباني. 7 لقاءات فاز ب5 منهم تقريبا. والراجل يعني السنه اللي فاتت اتاهل قدام الترجي في الماتشين وخد منهم كمان كاس السوبر. وبالتالي احنا يعتبر يعني بنبص بقى لعامل التوفيق شويه اللي هو مش محالفنا الفتره اللي فاتت، فبدانا نبص ان احنا ايه، لا يعني نشوف بقى حد محظوظ شويه اكتر. طبعا بدون اغفال الجانب الفني، انا مش بغفله ولا حاجه، ولكن اللي انا شايف ان الزمالك مشكلته مش فنيه اكتر ما هي نفسيه في المقام الاول. عندنا مشكله فنيه طبعا في خط الهجوم وفي راس الحربه. دي مشكلة هتواجه مشكلة قدام كارتيرون، لأن كارتيرون اعتماده بالدرجة الأولى على راس حربة الصريح اللي هو دايما بيبقى محطة مش شادو سترايكر، هو بيبقى لازم فيرود صريح عنده هو يسند عليه للي جاي من تحت ويفضي مساحات وكل الشغل كنا بنشوفه مع مصطفى. فطبعا ده هو حاليا مش هيلاقيه في الزمالك، وإن كان هو أنا في اعتقادي الشخصي هيبدأ يدي فرصة لأسامة فيصل كأساسي ولا كاحتياط؟ أنا شايف إن هو أساسي، يعني يبدأ أول الماتش. أنا شايف إن هو يبدأ، هو مش غريب على كارتيرون ولا غريب على الماتشات الكبيرة. أسامة يعني لعب قدام الأهلي وسجل قدام الأهلي، ولعب في ماتشات وسجل هدف حاسم في الكاس، هدف التأهل لينا في الكاس في كاس مصر. فأسامة قادر إن هو يلعب. محتاجين مهاجم، يعني إحنا محتاجين طبعا نسجل، ولكن مش شايف إن هو هيبقى مجازفة لو بدأ أساسي. بالنسبة لي لو في مقارنة ما بينه وبين حميد أحداد مين يلعب، لا أنا بفضل أسامة يلعب. مشكلة المهاجم دي مكملة معانا في الدوري ومكملة معانا افريقيا، يعني ان شاء الله باذن الله نعديها بكره باي شكل كان. تعرف انت كل ما تقولي الموضوع ده انا بتعصب وبحلف لك بدايه شادي، ولا نكايه في الناس اللي موجوده، تعرف انا ولا مستفيد سواء هم رحلوا او هم قعدوا، انا ولا عايز اشتغل هنا ولا عايز اشتغل هنا. حتى في وجود الاداره السابقه انا كنت في الحدث اليوم ما رحتش، يعني مش مستفيد. لكن لما باجي افكر فيها يا شادي وعايز اناقشك في الموضوع ده، ان انا ضيعت كام 15 مليون جنيه على لاعب مش هيقيد افريقيا اللي هو اسامه الجزيري في سبيل ان انا اجيب مروان حمدي وامشي مصطفى محمد، بتجنن. يعني كان عندك لعيبه كبيره في الدوري المصري كانت ممكن تفيدك، كان عندك
والدور بقى اللي انا بشوفك على فيسبوك يا شادي بتقوم بيه اللي هو دور السكاوت، ان هو بتشوف لعيبه موجودين بقى في الدوري النيجيري، الدوري الكاميروني، الدوري الاوروبي. يا سيدي انا كنت ممكن تعوض مصطفى محمد وما تحطش كارتيرون في الوضع المؤثم ده. هو يعني هما للاسف حطوا النادي كله مش كارتيرون بس، يعني حطوا باتشيكو، حطوا كارتيرون، وحطوا كل الفريق كله في ازمه كبيره جدا. دلوقتي المهاجم عمله صعبه دلوقتي، كل الفرق بتدور على مهاجم. النهارده شايفين الاهلي مثلا مش جاب بواليا، مش عاجبه بواليا، فبيدور على مهاجمين تانيين. كل المهاجمين بتدور على مهاجم، مفيش فريق كبير بيمشي نجم كبير عنده في نص الموسم. دي حاجه. الحاجه الثانيه بعيد، يعني حتى مش هنتكلم ان رحيل مصطفى المفروض ان هو ما كانش يحصل من الاساس. المفروض ان انا بتكلم كمشجع طبعا، غير مرحب ان هو انا مش مرحب تماما ان مصطفى كان يرحل بالشكل ده وفي نص الموسم. والأسوأ من كده ان هو رحل في توقيت سيء جدا 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 قبل نهايه سوق الانتقالات بثلاث ايام. انا كنت اتكلمت عندي على الفيسبوك في يوم 10 يناير وقلت ان في اوروبا بيعملوا ايه؟ بيعملوا ان في مثلا بيخلي الشرط في شرط جزائي في عقد اللاعب. الشرط الجزائي ده بيبقى مرتبط بتاريخ معين. هندي مثال مثلا بلوتارو مارتينيز مهاجم الانتر، عنده شرط جزائي ب 111 مليون يورو. الشرط الجزائي ده هينتهي بنهايه يوم 15 يوليو. اداره الانتر بلغته ان انت لو جاي لك عرض عايز تمشي ما عندناش مشكله، بس حد يدفع لنا الشرط الجزائي بالكامل، قدامك مهله لحد يوم 15 يوليو. بعد 15 يوليو مهما كان العرض اللي جاي لك مش هتمشي خلاص. الاداره هتركز مع اللعيب واللعيب هيركز مع الفرقه، وهم باصين لمصلحه الفرقه. قرار صارم. 15 يوليو ده احنا بنتكلم قدامه شهر ونص على نهايه سوق الانتقالات في 31/8، يعني هم حتى ممكن بعدها يمشوا يجيبوا حد تاني بالفعل. لكن احنا ما عملناش كده. احنا فضلنا بنضيع في وقت، فضلنا شويه لا مش هنبيع، شويه هنبيع، شويه لا مش هينفع سانتي اتيان، لا خلاص مصطفى مكمل، لا ولعب ماتش اسوان، لا خلاص مصطفى مش مكمل. وصلنا لحد يوم 28 او 29 ووافقوا ان هم يمشي بدون تجهيز اي بديل، بدون مفاوضات مع اي لاعب تاني. طبعا ضيق الوقت، الانديه الثانيه اي نادي عارف ان انت محتاج لاعب ومحتاج ومعاك فلوس، معاك فلوس ومحتاج لعيب، فهيغلي عليك او هيرفض ان هو يبيع اللعيب بتاعه. فانت يعني اتزنق الوقت، ضيق الوقت ده خلاك ان انت تروح لخيارات لا المدرب طلبها، يعني باتشيكو ما طلبهاش، وخيارات من وجهه نظري مش مناسبه لنادي الزمالك. يعني مع احترامنا طبعا لمروان حمدي، احنا ما شفناش مروان خالص يعني بشكل كبير في الدوري في اخر كام سنه. يعني اعتقد ان هو سبب مجيئه الزمالك كان الجون اللي جابه فينا في ماتش المقصر. لولا الجون ده ما اعتقدش ان احنا كنا ممكن نفكر فيه. سيف الجزيري لعيب كويس وكل حاجه، ولكن مش مقيد افريقيا. وبرده في مشكله في الموضوع ده، يعني حسب ما انا عرفت يعني ان الوكيل اللي جاب سيف الجزيري بلغ الاداره ان اللعيب ده هيتقيد، وبالتالي ابراهيم عبد الله وبالتالي بالظبط، وبالتالي بلغه مسؤوليتي هذا. فيا جماعه انتوا شفتوا الكلام ده فين؟ عمرها ما حصلت في تاريخ افريقيا ان لعيب لعب كونفدراليه او اللي هو لعب كاب تايد، يعني لعب في بطوله ثانيه، يتقيد في البطوله الاخرى لو اتنقل يعني. طب انت كنت شايف كده بنظرتك يا شادي وانت متابع للدوري المصري ودوريات افريقيا، شايف ان كان مين البديل اللي ممكن نادي الزمالك، وده سؤال بره الاعداد قبل ما نتكلم في لقاء الغد، شايف مين البديل اللي كان ممكن يريح اي مدير فني هيجي نادي الزمالك بيعتمد على مهاجم صريح، مين اللي كان ممكن يعوض مصطفى محمد؟ من وجهه نظري المتواضعه انا مش شايف ان في حد في الدوري المصري قادر على تعويض مصطفى. مصطفى فرق كبير جدا بينه وما بين اي مهاجم في مصر. كنت شايف ان احنا لو بسن التعب شويه وبسن مجهود، وان احنا ندور ونبحث ونبعد عن الوكل خالص ونبدا نروح للناس السكاوتنج او الناس اللي متابعه، كنا ممكن نجيب مهاجمين كويسين بارقام كويسه جدا ومعقوله جدا. احنا شفنا الترجي جاب اثنين مهاجمين اقوياء، مهاجمين كويسين جدا دلوقتي بيعتمد عليهم، واحد من الدوري المقدوني واحد في دوري بلجيكي. فان انت لو كنت عايز تجيب كنت هجيب، لكن النادي للاسف محدش دور، محدش بحث، استسهلوا بقينا بقى حصرنا نفسنا في مهاجمين الدوري المصري اللي انا مش شايف فيهم حد قادر ان هو يقود الزمالك ويحقق ان هو يبقى، مش هقول ان هو زي مصطفى يعني، ولا حتى نص مصطفى. بالفعل. شادي لقاء الغد، شايف كده لو هنقول تشكيل نادي الزمالك، هل كارتيرون هيبدا بجنش ولا هيكمل؟ هو على ما اتذكر كارتيرون قبل ما يمشي كان معتمد على محمد ابو جبل. شايف ان هو هيكمل بتشكيلته القديمه اللي رحل عن نادي الزمالك وهو مثبتها، ولا شايف ان كارتيرون هيبقى ليه يعني نظره اخرى
على لقاء الغد. انا شايف ان هو صعب يغير دلوقتي في بشكل كبير في التشكيل. جنش يعني مباراه الترجي الاولانيه ما كانش احسن حاجه، ولكن ظهر بشكل كويس في المباراه الماضيه، وبقى له ماتشين ثلاثه في الملعب، فاعتقد هو الاقرب ان هو يقود الفريق ويبقى في حراسه المرمى. ما اعتقدش ان هيبقى في تغييرات في التشكيله، برضو الخيارات قدامنا قليله جدا. تشكيله الفريق احنا بنتكلم في 11 12 لعيب اساسيين هم المعروفين ومفيش غيرهم يعني، او نفس المشكله اللي كنا بنواجهها السنه اللي فاتت، ان الدكه عندنا الدكه مش احسن، مش نفس مستوى الاساسيين. فاعتقد ال 11 بتوعنا بكره ممكن بس الكلام يبقى هل اوباما ممكن يلعب شادو سترايكر ولا اسامه فيصل، ولكن انا شايف جنش هيبدا بكره اساسي يعني. يعني انت شايف ان ممكن يحط مثلا اشرف بن شرقي كشادو سترايكر ويعتمد على اوباما مثلا من العمق ويغير في الوينجات، ولا شايف ان زي ما انت كنت بتقول ان اوباما هو اللي هيخش شادو سترايكر ويلعب باشرف بن شرقي واثنين وينجات معاه؟ انا شايف يعني من متابعتي برضو لدفاع الترجي، احنا محتاجين راس حربه جوه ال 18. احنا سنحت لينا اكتر من فرصه الماتش الاولاني ما استغلناهاش، لان مفيش راس حربه في ال 18، مفيش ترجمه، مفيش ترجمه، ومفيش لعيب بيكمل في ال 18 بيلعب بدماغه الحاجات دي. عملنا اكتر من عرضيه، في كذا عرضيه عدت من قدام اوباما، عدت من قدام اللعيبه بتاعتنا، فمحتاجين مهاجم، محتاجين حد يكون موجود في ال 18، لان احنا ترجي من نقاط ضعف الترجي الجانبين عندهم، احنا لعبنا عليهم بشكل كويس في الماتش الاولاني، صنعنا اكتر من فرصه عن طريق الجانبين، ولكن ما قدرناش نكللها باهداف. فانا شايف ان احنا يعني اعتقد راس حربه هيكون خيار افضل طبعا، ولكن هو كارتيرون بقى يشوف حاله اللعيبه في التدريب ايه. البدايه هتكون لنادي الزمالك، ولا شايف ان الترجي هينزل وهو مهاجم ومش هيبقى هيلعب جيم دفاعي، ولا شايف ان نادي الزمالك ممكن يبقى فيه بعض الحذر عند كارتيرون في اول اللقاء، وهي مش عند كارتيرون، احنا عارفين كارتيرون اخطف ويجري على طول. شايف بكره بدايه اللقاء واحنا قاعدين بنتفرج على التلفزيون كده مين اللي هيبادر بالهجوم؟ لو افتكرنا ماتش الذهاب بتاع البطوله اللي فاتت، الترجي عمل قدامنا تلت ساعه بصراحه قويه جدا، سجل هدف وكان هيسجل اكتر من هدفين، وبداوا هجوميين علينا لان هم عارفين، اعتقد يعني كان وقتها بعد خساره السوبر برضو، فمشحونين شويه ومتحفزين. دلوقتي احنا انا قريت النهارده صريح لمجدي تراوي المدرب المساعد ان هو عايزين يطلعوا الزمالك، هم مذاكرين كارتيرون كويس جدا بعيد عن نقطة حتة الحظ والتوفيق والكلام ده كله، ولكن هم عارفين ان كارتيرون نقطة قوته زي ما انت قلت، ان هو الدفاع المنطقة والهجمات المرتدة واخطف والكلام ده كله. فانا اعتقد ان الترجي بكرة هيسيب الكرة للزمالك، هم شايفين يعني من حسب متابعتي ليهم، هم شايفين ان كارتيرون مش احسن مميزاته لما الكرة تبقى معاه، بيبقى محتاج مساحات عشان ينفذ الشغل بتاعه، ومحتاج ان هو شغل فردي على الاطراف والكلام ده كله. فانا اظن يعني ان هم هيسيبوا الكرة شويه للزمالك في بدايه الماتش. شادي، هنكمل كلامنا على لقاء نادي الزمالك ونادي الترجي، لكن معانا طبعا علي جبر، مش علي جبر وزير الدفاع ولاعب نادي بيراميدز، علي جبر طبعا محرر السوشيال ميديا السابق لنادي الزمالك، وطبعا سمعنا عن موضوع هي بتفكرني مذبحة المماليك وهي مذبحة السوشيال ميديا في نادي الزمالك، خلينا ما نقولش اللفظ ده او نقول اللي هو إقالة عدد كبير من صحفيين السوشيال ميديا في نادي الزمالك، وزي ما السوشيال ميديا قالت تعيين ابناء من النادي الاهلي بيديروا السوشيال ميديا الزمالكاوية حاليا. نسمع قصة من علي جبر. علي مشرفني منورني. برحب بيك يا احمد، وبرحب بشادي وبالسادة المشاهدين. حبيبي علي. علي، عايزين نعرف القصة كده سريعا، ليه تمت إقالتك انت وعدد من فريق السوشيال ميديا بنادي الزمالك، مع ان فريق السوشيال ميديا كان عامل نجاحات قياسية في نادي الزمالك زيك انت وأسامة دياب وأحمد مخلوف، كل الطاقم اللي كان موجود، ويتم الاستعانة بناس كما يقال محسوبين على النادي الأهلي؟ هو مبدئيا يا احمد، انا والله بس عشان ما تفهمش غلط، انا مش داخل ان انا هاجم حد، انا داخل اللي انا احكي واقع حصلت معانا بالتفصيل، ده بس غرضي من كل المكالمه يعني. اللي حصل في البدايه اللي احنا كنا شغالين تمام، يعني يعتبر بقالنا تقريبا 4 شهور كمان ما بنقبضش، ما بناخدش فلوس، ما بناخدش مقابل، شغالين ومكملين. فجاه عرفنا من على السوشيال ميديا عادي كده من غير ما حد حتى يبلغنا، عرفنا ان احنا اسمنا بقالنا اكتر من شهر بره النادي، وفي ناس تانية تعينت وشغاله، ورغم كده احنا كملنا متطوعين. متطوعين
متطوعين، كملنا متطوعين من غير اي مقابل مادي، احنا اصلا شغالين الفتره اللي فاتت دي كلها من غير مقابل اصلا، من شهر تقريبا 12. ماشي جميل. فكملنا، فجاه عرفنا ان في هيكله حصلت من اكتر من شهر، واحنا اصلا يعني من غير ما حد يبلغنا خالص. هو الطبيعي لو حد بيعمل هيكله مثلا ممكن يجيبك، يعرف اختصاصاتك، يعرف هل انت عندك استعداد تشتغل متطوع ولا لا، بيعرف يعني بيعرف انت يعني اختصاصاتك مثلا والناس اللي هتيجي بعدك وكده، بتتكلم معاه، مش فجأة بتعرف من خلال السوشيال ميديا. طب عادي الناس اتكلمت معاكوا ازاي؟ هل قال لك ان في سبب ان انتوا مثلا كنتوا مع الاداره السابقه، ولا يعني انا عايز برضه اعرف الموضوع مشي معاكوا ازاي؟ حد من اللجنه التنفيذيه اتكلم معاكوا، ولا الاداره المؤقته؟ هي يعني البداية يا أحمد، البداية يا أحمد إن أحمد مخلوف طلب شغل للموسم عشان نعرف نكمل شغلنا، يعني طلب اللي إحنا نعمل سيشن مع الفريق، طلب فيديوهات، طلب حاجات للبيتش، كل ده اترفض، كل ده اتعلق، ما حدش رد علينا لحد دلوقتي حتى. خدتش رد عليه. وبقى ومضايقات وعايزين الصفحات فكل ده كل شوية مش سايبين، مش عاطينا حرية أصلا إن إحنا نشتغل. طلبوا تسليم الصفحات، مخلوف قال ما عنديش مشكلة، أنا ممكن أسلم بس رسمي، أسلم رسمي مش هسلم لحد مثلا تبع محسوب على إعلام معين أو حاجة. ماشي، وبعدين أسلم رسمي وبعد فعلا لأحد، لعبد الحميد فراج اللي استقال، وسلم رسمي فعلا، واللي استلم عبد الحميد فراج. واستقال بعد كده. نعم يا أحمد، معلش مش سامع. واستقال. قالوا الأول إن في شركة هتيجي النادي هتشتغل، فطبعا أعتقد إن الكلام ده مش صحيح. لمسك الأول أول يومين بعد ما إحنا مشينا، أعتقد إن دي مش شركة ولا حاجة، ده كلمة اتقالت. لكن دلوقتي فعلا في ناس شغالة كويسين، يعني دلوقتي في ناس شغالة كويسين بتكمل علينا، تقريبا هو نفس شغلنا، هما بيطوروا حاجة بسيطة بس هي فعلا ناس كويسة اللي مسكت دلوقتي. ومحسوبين على نادي الزمالك. اللي أعرفه يا أحمد اللي فعلا صحاب الشركة دي زملكاوي، بس طيب، الفكرة إن الشركة دي بتاخد مبالغ كبيرة جدا، يعني الشركة بتاخد مبلغ كبير، يعني هما في مقابل فعلا ان انتوا لما كنتوا بيدفعوا الشركة. متطوعين. لا يا أحمد، إحنا اشتغلنا الفترة الأخيرة متطوعين، متطوعين، ما كناش ايوه. بناخد مقابل، ما اه، كانش بينزل لنا رواتب، يعني النادي كله كان بياخد مثلا عشان الراتب ظروف حتى ما النادي كانش بينزل لنا المادية رواتب. يعني. إيه يا أحمد؟ عشان ظروف النادي المادية. بالظبط، وما كانش عندنا مشكلة إن إحنا نكمل كده كمان، إحنا كنا يا أحمد التيم كله تقريبا 9 أفراد شايلين البيدج الرسمية، وعلى تويتر وعلى الانستا والاكونت الفرنسي والاكونت الانجليزي وبيدج الهاند بول وبيدج الباسكت وبيدج الفولي والناشئين، كل ده كنا شايلين 9 افراد بس، كنا كل واحد الراتب بتاعه كان 900 جنيه وبعد الزياده 1900، يعني تقريبا احنا التسعه 18000 جنيه. يا عموما يا عادي، يعني بتمنى لك التوفيق في الفترات القادمة، ويعني مش عايز اقول لك يعني على اللي حصل، لكن هو حال كل المتطوع يا عادي. يعني الدنيا يعني هي كده، يعني الدنيا، إن شاء وما الله خير تيأسش، يا أحمد. وان شاء الله قادم افضل بالنسبة لك انت وكل افراد المجموعة اللي كنت بشرهم بحسن الاخلاق وطبعا بالعمل الدؤوب. إن شاء الله خير يا أحمد بإذن اشكرك الله يا عادي. حبيبي. علي جبر، حبيبي يا أحمد. محلل موقع نادي الزمالك الرسمي السابق، بشكرك، وارجع مع شادي ونتكلم في نادي الترجي زي ما اتكلمنا عن نادي الزمالك وتشكيل الترجي المحترم المحتمل ونتائجه في الدوري التونسي، خصوصا ان هو هزم من النجم الساحلي غريمه التقليدي 2-0 منذ بضعة ايام. انا شايف تشكيل الترجي اللي هيبدا بيه بكره يكاد يكون هو نفس تشكيل ماتش الذهاب. هما لعبوا اخر ماتشين في الدوري يوم الاربعاء ويوم السبت، كان الاتحاد التونسي رفض ياجل لهم الماتشات، كان عندهم ضغط ماتشات فرفضوا ياجلوا لهم الماتشين. هو رايح ال 11 لعيب الاساسيين في ماتش اتحاد بن قردان، وقدام النجم الساحلي في الكلاسيكو بدا بفاروق ابو مصطفى وعبد القادر بدران وفوسيني كوليبالي، ثلاثه بس اساسيين. الشوط الثاني بعد ما اتاخر بهدفين نزل في محمد علي برمضان في اول الشوط الثاني، وبعدين في اخر 10 دقائق نزل حمدي النجاز وعبد الرؤوف بن غيث، فبرضه العناصر الاساسيه كلها يعتبر مرتاحه، مش ما عندهمش ضغط قوي بدني ان هم لعبوا ماتشات كتير، لا يعني يعتبر معظم اللعيبه مريحه. يعني اعتقد ان هو نفس تشكيل ماتش الذهاب بدون تغيير تقريبا. انا شايف الترجي عنده يعني في مشاكل فنيه في الترجي احنا ما قدرناش نستغلها الماتش الاولاني، استغلناها في صناعه الفرص ولكن ما استغلناهاش في التسجيل. بشوف ان يعني اتفرجت على ماتش النجم الساحلي طبعا مع ماتشات تانية قبل كده، عنده مشكله كبيره جدا في الكرات العرضيه والكرات الثابته. فاروق ابو مصطفى حارس المرمى
ضعيف جدا في الكرات العاليه، في الخروج بالكوره، في ان هو يطلع على يعني سواء يمسك الكوره او يديها بالبوكس، حتى بيرتبك مع اي كوره عاليه، واحنا شفنا حتى ده في الماتش بتاعنا اكتر من كوره بيطلع على الفاضي وبيرجع تاني. عشان كده انا بقول ان احنا محتاجين نبقى في مهاجم على طول بيحتك بالدفاع، على طول بيحتك بحارس المرمى، موجود في ال 18 يعمل حاله قلق لفاروق بن مصطفى. الباكين عندهم الظهرين سواء حمدي نجاس في اليمين والياس شتي في الشمال، الاثنين هجوميين جدا، دفاعهم ضعيف يعني مش احسن حاجه بالذات حمدي احنا حضرناه في الزمالك كان دفاعه يعني ضعيف بالظبط كده. يعني العيب طبعا خبره، والماتشات الكبيره دي هو هجوميا جامد قوي، هو بيظهر فيها، هو عنده لعبه واحده يعني لعبه مشهوره بيعملها هجوميا، استغلها الماتش الاولاني، هو بيهوش ان هو هيرفع ويروح دايس بالكره لجوه. طبعا عملها معانا في لقاء القادسيه في دوري ابطال العرب، وعملها في لقاء الاتحاد في دوري ابطال العرب، وعملها فينا احنا برضو للاسف. فحمد طبعا لعيب كبير هجوميا، ولكن عنده مشاكل دفاعيه في الرقابه في الواحد على واحد. اتمنى اشرف بن شرقي يكون في حالته الطبيعيه بكره ويقدر يستغل يعني مشاكل الدفاع اللي عند حمدي. برضو عبد الله جمعه هيبقى عليه دور كبير جدا لو لعب في الانطلاقات، انطلاقات عبد الله كويسه جدا وعرضياته كويسه جدا. الباكين مشكلتهم كمان غير ان هم دافعين قليلين، الجناحين اللي بيلعبوا قدامهم ما بيدافعوش كويس، سواء حمد الهوني في الناحيه الشمال قدام إياس شتي، وويليام توجي ده اصلا مش جناح، هو معني الشعباني هو مهاجم اصلا، هو يعني الشعباني بيستخدمه في حته الجناح عشان يضم في ال 18 ويبقى في مهاجم تاني قوي البنيه جنب خالد عبد الباسط في الهموم، ولكن هو مش جناح يعني ما عندوش ادوار الجناح، مش حريف، مش دريبلر ممكن يعدي واحد على واحد. هو كل اللي بيعمله ياخد الكوره مثلا او ويضم لجوه زي ما شفنا في الماتش الاولاني، وبالتالي الارتداد الدفاعي بتاعهم بطيء جدا. هيبقى عندنا شغل كبير جدا في الاطراف، انا شايف يعني نقطه قوتنا بكره محتاجين نستغلها اكتر على الاطراف. الاطراف احنا محتاجين نستغل الجانب الدفاعي القليل شويه في الترجي. فأتمنى يعني زيزو يفوق شويه من الغيبوبه اللي هو فيها بقاله فتره طويله. اشرف بن شرقي انا من وجهه نظري اشرف ما بيلعبش معانا تقريبا من ماتش الرجاء اللي في المغرب، مش موجود معانا تقريبا، موجود بس بشكله، بس مش ده اشرف بن شرقي اللي احنا اتفرجنا عليه السنه اللي فاتت. تذبذب في المستوى وحاجه تذبذب مفاجأة. كبير طبعا. اشرف نجم كبير، اشرف يقدر يكسبنا ماتش، يعني من اللعيبه اللي هو بيفرق. بيفرق طبعا، يقدر يكسبك ماتش لوحده، يقدر يعمل كوره واحده يخلصك بيها الماتش كله. نفس الكلام زيزو كان مركز شويه في فتره باتشيكو الاولانيه، ولكن من بعد النهائي ومن بعد العروض اللي احنا سامعينها سواء من الامارات او الاشاعات اللي سامعها عن الاهلي والقصص دي كلها، انا شايف دماغه مش في الملعب، دماغه برده مش مركزه قوي، محتاجين ان هو يبقى يرجع تاني للمستواه اللي احنا شفناه في اول فتره باتشيكو. يعني زيزو كان نجم الفرقه في اول فتره باتشيكو، اول ما جه لو نفتكر مع بعض. من وقتها برده زي هو زي اشرف من بعد ماتش الرجاء الاثنين مستواهم متراجع جدا، وده مأثر علينا جدا طبعا بالتاكيد هجوم، خصوصا ان مصطفى مش موجود. فانت بقى عندك الحلول قدام بره الفورمه تماما، بنصنع فرص كتير ولكن قدام المرمى مش موجودين. معين الشعباني هو مدرب وطني وحقق نتيجه يعني نتائج كويسه مع الترجي، ولكن بنشوف ريبورتس من الصحافه التونسيه ان جماهير نادي الترجي دايما بتطالب بإقالته. ايه هو السبب يا شادي، وايه سبب يعني الغضب من جمهور الترجي على معين الشعباني بالرغم ان هو مدرب قدير؟ هل هو عشان مدرب وطني ولا مدرب الاجنبي بيبقى ضد الهجوم؟ هو جمهور الترجي شايف ان الفرقه فيها امكانيات كبيره، والفريق دعم بشكل كبير جدا خصوصا ميركاتو اللي فات، دعموا تقريبا في كل المراكز، بقى عندهم تشكيله كبيره جدا من اللعيبه، سواء في كل مركز بقى فيه بديل واثنين وثلاثه، ولكن الاداء مش مرضي. الاداء بالنسبه لجمهور الترجي مش شايف ان الاداء اللي بيتقدم على نفس الامكانيات بتاعه اللعيبه اللي موجوده. السنه اللي فاتت طبعا الخروج قدام الزمالك مع الخساره في كاس السوبر في اسبوع بعض طبعا ده اغضب الجمهور عليه. السنه دي برده الاداء متذبذب نوعا ما. انا عايز اقول ان احنا يعني هو صحيح متفوق كتير في الدوري، هو بقى له اربع سنين بيكسب الدوري، والسنه دي كان قبل ماتش النجم ده كان فارق ب 10 نقط، دلوقتي بقى فارق 7 بعد الخساره، ولكن الجمهور هناك مش عاجبه طريقه اداء الترجي خالص. مستوى الفريق فنيا قليل جدا، صحيح الفريق بيعرف يكسب، ولكن احنا انا عايز اقول ان يعني لو كان خسر الماتش اللي فات كان الدنيا يعني اتقلبت عليه جامد. طبعا هم فتره من الفترات كانوا بيدوروا على مدير فني اجنبي، ولكن
زي ما كلمتك يعني بره الفاصل، ان الامكانيات الفنيه الامكانيات الماديه لفرق شمال افريقيا خارج مصر ما تقدرش تجيب مدرب ب 70 80 90 الف دولار او يورو في الشهر، برضو الرينج بتاع المدربين بتاعهم قليل شويه. فالترجي عشان يجيب مدرب كويس او مدرب اسم كبير هي محتاج يدفع مش اقل من 80 الف، اعتقد ده فوق امكانيات الترجي. الترجي يعني حتى اللعيبه الافارقه اللي هم جابوها لمبالغ كلها قليله جدا، ودي شطاره على فكره، يعني دي برضو من الحاجات اللي انا بحسدهم عليها هم سواء الترجي او حتى فرق كتيره في شمال افريقيا، ان هم بيعرفوا ينقوا اللعيب الاجنبي الكويس. عندهم سكواد كويس. عندهم سكواد كويس، وعندهم ان هم اللعيب مش مهم اللعيب بكام، مش مهم اللعيب على جايب لعيب اسم كبير فعمل ضجه فرض الجمهور، لا هم جايبين لعيب مبلغ محترم، وفي نفس الوقت اللعيب بيقدر يدي ويقدر يبقى كويس. وده على مدار السنين اللي فاتت، عكس احنا هنا في مصر بنضطر مثلا نروح لوكيل او اتنين او شخص او اتنين هو ده اللي لازم نتعامل معاه، وهو ده اللي لازم يجيب لنا اللعيب حلو ووحش. وبعدين بقى في وجهه نظر تانية دلوقتي، ان انا لازم اجيب لعيب مشهور ولازم اعمل ضجه في الجمهور ولازم اعمل ضجه، شوف الزمالك جاب مين، شوف الزمالك غاب مين. ده طبعا يعني مش موجود في الكوره ومش مطلوب في كل الصفقات. يعني حتى عايز تعمل صفقه جماهيريه تقرب من الجمهور او تعمل حاجه ضجه في الميديا، ممكن لعيب او حاجه، ولكن مش كل ان انت بتدور عليهم هيبقوا بنفس الطريقه. ده بالنسبه لانتقادات الترجي طبعا والغضب اللي على معين شعباني. عايز اكلمك في نقطه مهمه وهكون مهتم يا شادي ان اعرف رايك في النقطه دي بالذات، والناس متفائله بوجود اسامه نبيه وشايفاه ان هو كادر في المستقبل ان هو هيبقى مدرب عام قوي، وفي نفس الوقت هيبقى بديل جاهز. وانا ما بحبش يعني اسبق الاحداث واتكلم عن النقطه دي، لكن بيقول لك في حد الطوارئ ان هو هيبقى افضل مدير فني مصري او وطني يبقى جاهز في حاله قدر الله اي اخفاق. هل انت موافق مع المقوله دي، ولا شايف ان وجود اسامه نبيه مش هيضيف حاجه للفريق فنيا؟ لا طبعا، انا شايف وجود كابتن اسامه من اهم الحاجات اللي حصلت في الفتره الاخيره. يمكن كابتن اسامه عرضنا حسب ما احنا عرفنا يعني وكنا بنقرا ان اتعرض عليه اكتر من مره يكون موجود في الزمالك، ولكن لسبب او لاخر يعني ما كانش بيبقى موجود. كابتن اسامه اشتغل قبل كده مع مستر فييرا، وكانوا الاثنين عاملين ثنائي كويس جدا في الدوري قبل ما الدوري يقف. عمل برضه فتره ممتازه جدا مع هيكتور كوبر في المنتخب. والاهم حتى من الجانب الفني والجانب اللي احنا محتاجينه حتى في الزمالك حاليا، الجانب الاداري والجانب التعامل مع اللعيبه. كابتن اسامه شخصيته قويه جدا، مش هقول ان هو شخصيته قويه مش معنى ان هو الصدامي، لا يعني هو يعرف ان اللعيبه تهابه تعمله شخصيه ويعرف يلم الفرقه. عشان كده انا كنت مبسوط ان مفيش مدير كوره في وجود الكابتن ولا في مشرف على الكوره كمان، ولا في مشرف على الكوره. يعني يمكن الاول الفتره اللي فاتت في وجود امير مرتضى انا كنت شايف ان هو كان كفايه امير مرتضى موجود، عكس ما كان بيبقى موجود مثلا امير وكابتن ايمن حافظ، كان في تضارب في الاختصاصات وكابتن اشرف قاسم وكابتن عبد الحليم عادي برضه الفتره اللي فاتت، كابتن ايمن يونس كان معاهم برضه، كابتن ايمن كان موجود وكابتن عبد الحليم وكابتن اشرف طبعا كلهم كباتن كبار، ولكن طبعا انا كنت بشوف ان في تضارب في الاختصاصات وفي تضارب في المطلوب من كل واحد. برضو كنا محتاجين شويه حزم اكتر او تعامل اكتر مع الفريق في الجانب الاداري. يعني احنا كنا بنشوف باتشيكو بيحل مشاكل تانية بره الكوره، نتكلم في حاجات بقى اداريه وفنيه وفلان فلوس ايه وحصل ايه وجرى ايه، وده شغل مدير كوره او شغل الجانب الاداري اللي هو موجود عشانه. فيمكن انا متفائل بوجود كابتن اسامه سواء فنيا، هو طبعا ليه اكتر من تجربه زي ما اتكلمنا ناجحه على مستوى ان هو مدرب مساعد، بيبقى متفاهم جدا مع المدير الفني الاجنبي، ودي حاجه كويسه جدا، لان احنا كنا بنعاني زمان ان دايما المدرب المساعد يعينه ان هو عايز يركب مكان المدرب اللي موجود، يا اما ما بيديلوش المعلومه كامله او ما بيديلوش الديتيلز كامله عن الفرقه. فطبعا كنا بنشوف في مشاكل وتيجي يقول لك لا هنغير الجهاز المساعد، لا هنضيف مدرب مساعد تاني. انا بشوف ان الكلام ده ان شاء الله مش هيكون موجود مع الكابتن اسامه، انا متفائل بيه وهيعرف يشتغل مع كارتيرون كويس جدا، والاثنين شخصيتهم كويسه. يعني كارتيرون قريب جدا من اللعيبه. عفوا، كنت شفت انترفيو لزيزو مع ميدو من فتره، زيزو اتكلم ان كارتيرون صاحبهم اكتر من انه مدرب. ممكن مثلا يدخل على اللعيب، مثلا لعيب مصاب او تعبان كان ممكن هو يوم عمليه التدليك للعيب او عمليه العلاج او ان هو بيتكلم معاهم في حاجات بره الكوره، كان قريب منهم.
فممكن كارت يرون يبقى الجانب اللي زي ما بنقول ايه الجانب الحنين الحنين وكابتن اسامه الجانب القوي الخشن. اه الجانب بقى لما نحتاج بقى صرامه ونحتاج حزم ومحتاج ان احنا لا ناخد مواقف محدده، اعتقد كابتن اسامه قادر ان هو يقوم بالدور ده بكفاءه. طيب هو كارتيرون تفتكر في الناحيه النفسيه، وده سؤال بره يعني بره السكريبت اللي معايا، بس انا عايز اسالك السؤال ده بصفه شخصيه يا شادي، بما انك تابعت كارتيرون وباتشيكو، شايف ان كارتيرون على المستوى النفسي افضل لنادي الزمالك اكتر من باتشيكو؟ يعني باتشيكو كان تكتيكي اكتر مما هو نفسي. من الفتره اللي احنا شفناها او الفتره الاخيره بعد خسارتنا طبعا لبطوله افريقيا، مشكلتنا كانت نفسيه من الدرجه الاولى. اللعيبه طبعا احنا كل الفتره سواء اللعيبه او الجهاز او الجمهور كله كان حلمه بطوله افريقيا. طبعا بعد الصدمه بتاعه بطوله افريقيا ومفيش توفيق فيها يعني، ودخلنا في حاله من الصدمه وحاله من ان احنا بقى يعني اللعيبه تحس ان هي قافله من الكوره، ما حدش نفسه يلعب، وده باين حتى في ماتش طلائع الجيش اللي هو كان بعد النهائي على طول في كاس مصر. كارتيرون شاطر في الحته دي، هو بيعرف يكسب اللعيبه اللي قدامه، بيعرف ان هو ازاي يطلع احسن حاجه من اللعيبه اللي عنده، ولكن برده يعني خليني اقول ان مش لازم يكون المدرب شاطر في الحته دي، يعني مش لازم يكون المدرب صاحب اللعيب وحنين والكلام ده كله، لا عادي يعني. يعني هو دي على حسب اللعيبه، على حسب اللعيبه، وحتى لو المدرب مش موجود كده انت كلاعب لازم تلتزم بكلام المدير الفني الموجود، تلتزم بتعليمات المدير الفني الموجود، طالما المدير الفني اللي موجود مش ظالم، بيعدل في التعامل، ما بيجيش على حساب حاجه، مش مستقصد حاجه، ما بيحبش وما بيكرهش، بيتكلم معاك فني بس او شغل بس، مفيش مشكله ان العلاقه تبقى بروفيشنال، مش لازم نبقى اصحاب يعني، احنا كشغل بطلع احسن ما عندي يعني، مش لازم انا اكون في الشغل مثلا. لكن المدرسه البرتغاليه تبقى حازمه اكتر من الفرنسيه شويه، يعني ما يبقاش فيها الجانب النفسي زي ما هو ممكن يكون ما عرفش يتعامل شويه مع الـ مع الـ مع اللعيبه، واللعيبه برضو اللي موجوده حاليا محتاجه الجانب النفسي ومحتاجه شويه طبطبه، و وان احنا كان باتشيكو اللي كان كارتيرون كان مميز فيها، ويمكن ده اللي كان سبب ان الاداره تلجا لكارتيرون في الوقت ده، ان احنا بنشوف ان حد بقى قريب من اللعيبه يعرف ان هو يطلع من عندهم اقصى ما عندهم. لعيبه كتير احنا شايفينها يعني، باتشيكو انا شايف ان هو على المستوى الفني افضل بكتير من كارتيرون فنيا يعني. شفنا الزمالك اللي احنا كنا بنحب نشوفه، فريق هجومي وفي نفس الوقت فريق متماسك جدا دفاعيا. شفنا افضل نسخه لفرجاني ساسي من اول سنه لجروس، دي كانت افضل نسخه لفرجاني ساسي مع الزمالك. شفنا لعيبه كتيره مستواها ارتفع مع كارتيرون مع باتشيكو، ولكن زي ما قلت في لعيبه كميتها خلاص ما ركبتش مع باتشيكو، دخلوا في صدمات برده، مش متعودين اللعيب ان انا لو ما اتمرنش النهارده فمش هلعب بكره. باتشيكو كان نظامه كده، لعيب لو ما اتمرنش مثلا تمرين او تمرينتين لا مش هتبدا، ويبدا اللعيب الجاهز اللي موجود في التمرين، وده شغل بروفيشنال جدا، انا مش شايف ان كان فيه مشكله خالص يعني. فخلينا نتفائل خير ان شاء الله، ويمكن يعني الجانب ده اللي محتاجه اللعيبه كده باللي حصل ده وبالتغييرات اللي تمت. اعتقد الكوره دلوقتي في ملعب اللعيبه، محدش ليه عذر في حاجه، المدرب اللي هم يعني طلبوه حسب ما احنا قرينا موجود، حققوا معاه نتائج كانت كويسه في بعض الفترات، جه المدرب اللي فيه بعض المشاكل معاه او في بعض الخلافات معاه مش موجود، فمفيش حاجه تانية. في حاله لا قدر الله لا قدر الله، وهو طبعا احتمال ما احبش اناقشه، لكن لازم كفريق بطل دايما تناقش كل المعطيات اللي قدامك والطرق اللي هي توصلك للهدف اللي انت عايزه. في حاله مثلا خليني اقول التعادل بتغد، نادي الزمالك هيبقى متوقف على ايه في اخر جولتين؟ هيعتمد على نتائج تونجيس والمدوديه والترجي، هتبقى كفه ماشيه ازاي يا شادي؟ وتوقعاتك في حاله لا قدر الله لا قدر الله نادي الزمالك يعني كان نتيجه غير الفوز غدا. طبعا احنا لحد دلوقتي مصيرنا في ايدينا، يعني مش محتاجين نتائج من حد، مش محتاجين خدمات من حد، نقدر نكسب الثلاث ماتشات ونتاهل. لو لا قدر الله ما قدرناش نفوز بكره طبعا الموضوع هيتصعب جدا، وهتضطر بقى ان انت تبص على نتائج الفرق الثانيه، تضطر ان انت محتاج هديه من تونجيس ان هو يوقع الملودية، محتاج الترجي ان هو يكسب الملودية برضو. ولو ان انا برضو انا شايف النهارده ان الترجي اصلا عايز يطلعنا، فبرضو مش حابب ان احنا نروح ان احنا محتاجين خدمه بقى من الترجي قدام. الله اعلم، انا طبعا ما بقولش ان هيحصل حاجه او حاجه، ولكن ما تسيبش حاجه للظروف. ماتش في ايدينا وتاهل في ايدينا، ومش صعب ان احنا نكسب، احنا كسبنا الفريق ده بدل المره اتنين، وعندنا اللعيبه اللي تقدر تكسب، ونقدر نكسب كمان في الجزائر. مستويات المجموعه احنا صعبناها على نفسنا، الفرق اللي موجوده مش احسن من الزمالك في حاجه،
احنا شفنا الثلاث ماتشات كلنا، وشفنا ان الزمالك كان افضل في ماتش المولوديه 100 مره، كان افضل في ماتش تونجيس، كان افضل على مدار حوالي شوط كامل في ماتش الترجي، ودول اخطاء دفاعيه فرديه من بعض اللعيبه كان النتيجه ممكن تبقى احسن من كده. وبالتالي انا مش شايف فريق ممكن نخاف منه او ان هو لا ده اكبر مننا، لا الفوز عليه صعب، شايف الموضوع في المتناول يعني ان شاء الله ان شاء الله يعني. فيعني خلينا نتفائل خير باذن الله، بكره باذن الله يبقى اول طريق لينا للمكسب، وانا اعتقد باذن الله لو كسبنا بكره باذن الله هنتاهل يعني. قبل ما نخش على العاب الصالات معانا صور كنت شادي مجهزها وعايزين نعرضها، هي مهمه قوي برضه ان احنا نناقشها مع جمهور نادي الزمالك، وهي المقارنه ما بين باتشيكو وكارتيرون. باتشيكو وله كل الاحترام وعلى المستوى الشخصي الراجل بحبه وبحب طريقته الفنيه مع نادي الزمالك، كان ليه بعض طبعا المميزات وبعض السلبيات اللي هنشوفها دلوقتي لو الصور جاهزه معانا. وكارتيرون برضو كان ليه بعض الاحصائيات سواء السلبيه او الايجابيه. شادي لو هو الصوره بعيده شويه لكن ممكن نشوفها برضو عن قرب. بص انا يعني هتكلم الاول على اثنين لعيبه، دي اللعيبه الاول قبل المدرب، دي اشرف بن شرقي. انا اخترت اثنين لعيبه حبيت اتكلم عنهم لان انا شايف في تباين او اختلاف في مستواهم ما بين فتره باتشيكو وفتره كارتيرون. اثنين لعيبه دول من اهم اثنين لعيبه في الفرقه، هم طبعا اشرف بن شرقي وفرجاني ساسي. هنبدا باشرف بن شرقي. اشرف انا كنت شايف ان مستواه مع كارتيرون افضل من مستواه مع باتشيكو، يمكن ده برضو لنتيجه الاختلاف ما بين طريقه اللعب بتاع باتشيكو وبتاع كارتيرون. كارتيرون اكتر بيعتمد على سواء الكره العاليه بشكل مباشر للمهاجم وان هو يلعب على طول على الاطراف ولعبه مباشر. باتشيكو اكتر بيعتمد على الاستحواذ، الدفاع الكومباكت، ان هو بيضيق مساحات، الكره على طول في رجلك معظم الوقت، في رجلك معظم الوقت بتصنع فرص، اللعيبه كلها مشاركه في العمليه الهجوميه مش معتمد على لاعب بعينه. خلينا نتكلم على ادوار اشرف بن شرقي. ارقام الشاشه قربت اهي. متشكرين لكل فريق الاعداد اللي بيساعد النهارده. ارقام اشرف بن شرقي مع باتشيكو كارتيرون، عدد المباريات اشرف لعب مع باتشيكو 21 ماتش، كارتيرون 23 ماتش. الاهداف اشرف سجل مع باتشيكو 7 اهداف ولكن ضمنهم 3 ضربات جزاء، سجل 4 اهداف فقط من كرات مفتوحه، من لعب مفتوح يعني. في المقابل سجل 9 اهداف مع كارتيرون، صنع هدفين مع باتشيكو مقابل صنع 3 اهداف مع كارتيرون. الفرص اشرف صنع 23 فرصه مع باتشيكو، قصدي يعني حصل على 23 فرصة سجل منها، خلينا نقول بقى سجل منها 4 مش 7 يعني، هنشيل ضربات الجزاء. وبالتالي أشرف عنده مشكلة كبيرة جدا في إضاعة الفرص، بانت السنة دي في إن هو ضيع فرص كتير أكتر من انفراد أشرف بيحصل عليه، ومفيش تركيز قدام المرمى. على العكس لو شفنا إن هو صنحت ليه 23 فرصة مع كارتيرون سجل منهم 9، نسبة طبعا أفضل شوية. صناعة الفرص صنع 26 فرصة مع كارتيرون مقابل 20 مع باتشيكو، ده طبعا زي ما بقول لأن اعتماد كارتيرون بالدرجة الأولى على الأطراف، شغل كتير جدا كنا بنشوفه مع زيزو أو أشرف بن شرقي في العملية الهجومية واللعب المباشر، وطبعا هو اعتمد أكتر على المهارات الفردية للخط الأمامي اللي عندنا، وده كان باين أكتر كمان لما هنيجي نشوف المراوغات بتاعت كل لعيب، المراوغات مع في كل فتره يعني. لو المراوغه مثلا حاول مع كارتيرون في 161 مره مقابل 130 مره فقط مع باتشيكو، كارتيرون اعلى بكتير. تحديات الهجوميه يعني دخل في كام صراع هجومي مع المنافسين، دخل في 302 تحدي هجومي مع الخصم مقابل 272 مع باتشيكو. ده كده معناه ان باتشيكو كان بيحجم اشرف بن شرقي بالادوار الدفاعيه؟ بيحجم، مش هنقول بنحجمه ولكن ليه دور محدد يعني، مش مديله حريته الهجوميه 100% في وسط المنظومه ان هو ممكن انت ايه، مش لازم ان انت كل لعب مش مرتكز عليك انت، لا يعني ممكن بينوع اكتر، بينوع طبعا اكتر، في حين ان كارتيرون كان لا يعني حاطط برسنتج كبير على اشرف بن شرقي لان هو كان الاعتماد الكبير عليه. لو افتكرنا كل الماتشات الكبيره بتاعت الزمالك كان اعتمادنا معظمه على اشرف بن شرقي، سواء ماتش السوبر، ماتش الاهلي، ماتش الترجي، حتى هنا كل الماتشات دي كان اشرف بن شرقي ليه دور رئيسي فيها. لو اتكلمنا عن اشرف بقى في الجانب الدفاعي، دفاعي وده مهم قوي، هنلاقي برضو ان مع كارتيرون استرجع الكره 58 مره مقابل 47 مره مع باتشيكو، استرجع كره في ملعب الخصم
20 مرة مقابل 2 مع باتشيكو، ده برضو بيبين ان هو كان اجريسيف اكتر مع كاركيرون، بيدافع اكتر، بيلعب بروح اكتر، بيلعب بالتزام اكتر بالتعليمات. مش عايز اقول ان هو كان متدلع شوية، او مش ما كانش في احسن فورمته، او ما كانش في احسن حالاته مع باتشيكو، اوقات كتيرة كان بره التركيز، التحديات الهجومية، التحديات الدفاعية، دخل في 106 مع كارتيرون مقابل 111 مع باتشيكو. نفس النسبة تقريبا في الفوز، يعني 46 و47، التقاط الكرات الحرة 122 مع كارتيرون، نسبة كبيرة جدا، رقم كبير، ان هو على طول مش واقف في مكانه، على طول متحرك، مش واقف لازق في الخط. اعتراض الكرة، قطع الكرة 53 مرة مقابل 38 في باتشيكو، ده رقم كبير جدا للعيب جناح او مهاجم بالدرجة الاولى ان هو يعمل ارقام دي دفاعيا، فطبعا دي حاجه تحسب له طبعا، وشايفين ان في التزام اكتر مع كارتيرون. وهي يمكن كارتيرون عشان عاش لعيبه شمال افريقيا سواء مع الرجاء او الزمالك او كان مع مازيمبي يواجه الخصوم والنادي الاهلي كمان، فيمكن ده اللي خلى زي ما انت عامل في الداتا هنا يا شادي ان هو يحفظ لعيبه شمال افريقيا ويعرف يوظفهم صح. هو عارف يطلع منه احسن ما عنده، يعني هو عارف برضه يتعامل معاه ويطلع منه احسن ما عنده، وده بشوف برضه اكيد الجانب النفسي ليه دور في الكلام في الـ في الـ في الارقام دي نوعا ما. اشرف احنا شايفين مش في احسن حالاته الفتره اللي فاتت خصوصا على المرمى يعني، فبنتمنى ان احنا نسترجع افضل نسخه من اشرف بن شرقي اللي شفناها مع كارتيرون، ويكون البدايه بكره ان شاء الله. معانا برضو احصائيه كنت عاملها مقارنه ما بين باتشيكو وكارتيرون، عدد المباريات والفوز قبل ما نتكلم عنها خلينا نتكلم عن فرجاني بس الاول. طب يا ريت، لان فرجاني انا هفتح الموضوع ده عشان لقاء الغد، وشايف بصراحه ان هو ان اعلام النادي محددين تتكلم عادي، لكن شايف ان هو التسريب الزياده ده وتجديد عقد فرجاني ساسي عمال على بطال، وخصوصا قبل اللقاءات المهمه، ده رايي يعني، مش عايز احجر على حد في رايه، ولكنه بيصير يعني نوع من التهكم او السخط، اللي هو في ماتش بعديها ب 24 ساعه وانا بتكلم عن تجديد مع لاعب. رايك، اسمع رايك، انا قلت رايي كتير في الموضوع ده. انا بصراحه يعني احنا بقالنا 3 شهور بنسمع ان بعد الماتش الفلاني فرجاني هيجدد، بعد الماتش اللي جاي فرجاني هيجدد، بعد سفريه السنغال فرجاني هيجدد، ومفيش حاجه بتتم، يعني احنا مش شايفين غير كلام بس بيحصل. وانيس العبدي وسام العبدي وايام من ذكري يقعدوا معاه في تونس يعني يقنعوه. انا شايف طالما مفيش خبر رسمي يطلع ملهاش لازمه التسريبات دي، التسريبات دي بتضر الفرقه وبتعمل حاله من البلبله، لان برضو جمهور الزمالك في قطاع مش موافق على المبلغ اللي هياخده فرجاني، ممكن بعض اللعيبه الله اعلم يعني ممكن اللعيبه تعترض لما تسمع الرقم مثلا، تعترض تبدا تبص لفرجاني، هتعمل مشاكل ملهاش لازمه. انت صوابعك زي بعضها يعني، انا بسالك سؤال يا شادي بقى، بكلمك انت راجل محلل ومتابع كل الدوريات العالم، وعارف ان ال 30 لعيب على المستوى الاخلاقي مش زي بعض، يمكن يكون في لعيب مثلا 2 3 ما يبقاش عنده الانتماء الكامل للنادي، يبقى عنده الانتماء الكامل للماده، وده عصر الاحتراف اللي احنا بنتكلم فيه. ما اكيد حد من 30 لعيبه اللي في القايمه يسمع الخبر وصل للتاني، وعندك لقاء مهم ومصيري امام الترجي، مش احترافيه برضه ان انت لا طبعا، وعندك لعيبه عايزه تجدد، وعندك لعيبه طالبه زياده بالظبط، فهنبدا نخش في كلام ملوش لازمه. وقبل حتى بعيدا حتى عن ماتش الترجي، هتعمل حالة من المشاكل في الفرقة، والفريق مش ناقص يعني، برضو الفريق مش كل الناس هتتفهم ان الراجل ده يستاهل الفلوس دي، او الراجل ده ليه ظروف معينة ان هو هياخد الرقم ده. وطالما انت ما جددتش، انا مش شايف ان ليه لازمة في التسريبات، انت مش مستفيد حاجة يعني، انت هتستفيد ايه لما انت بتسرب الارقام، غير ان انت هتبدأ تسخن الناس على فرجاني. اللي انا شايفه بتصدره للجمهور، اللي انا شايفه ان اداره النادي عماله تصدر فرجاني للجمهور، وعماله تطلع كلام ان هو طلباته مبالغ فيها، طلباته صعبه، مفيش تصريح رسمي، ولكن بيطلع ايه من بعض المقربين يقول لك ان فرجاني لسه لازم ينزل. طب طلباته ايه؟ محدش بيتكلم يعني، محدش بيقول حاجه. طب صرحونا يعني، قولوا لنا مثلا الراجل ده مثلا طالب 3 مليون او 4 مليون، لكن ده ما بيحصلش. كل اللي انتوا بتعملوه ان انتوا تسريبات تسريبات تسريبات، بيكسروا في مقاديف النجم، وانا مش شايف الصراحه ان هو مقصر معانا في حاجه خالص، الراجل ملتزم معانا جدا جدا جدا، لعيب تاني مكانه وكان مضى في اي حته من 6 شهور ولعب زي الموظفين، بيؤدي دوره بكل اخلاص، بيؤدي كده وخلاص. لكن هو الراجل دلوقتي انا شايف واحد من افضل لعيبه الفرقه، بيلعب كل الماتشات تقريبا مستوى مرتفع جدا، مش بيبخل عننا في اي حاجه،
حتى المبلغ اللي هو طالع اللي بيتكلموا 2 مليون ده لو صح، انا شايف ان هو يمكن يعني ده مبلغ مش عايز اقول ان هو ولا حاجه، ولكن مناسب جدا لامكانياته. لاعب دولي ومحترف انا شايف ومنتخب فرجاني اصلا تونس كلاعب وسط افضل من افضل لاعب في الدوري المصري. طبعا مين قريب حتى من افضل لعيبه في افريقيا. انت لما لو جيت تجيب لعيب في نفس ليفل فرجاني هتدفع كام لنادي وهتدفع كام مرتب للاعب؟ يعني هتروح مثلا تجيب لعيب مليون ونص مثلا، مليون ونص ده هيروح للنادي بس، اللاعب نفسه هياخد له حوالي مليون في السنه. او بنتكلم بقى ان انت هتجيب لعيب صف اول، مش هتعوضه زي ما عوضنا مصطفى جدا، هتجيب بقى لعيب مثلا من النخبه، فانت بتتكلم هتدفع 2.5 3 مليون مثلا، ومش ضامن اللعيب ده ينجح معاك ولا لا، او يتاقلم معاك ولا لا. في لعيبه كتيره كميتها ما بتمشيش مع في الانتقالات، يعني امثله يعني لا تعد ولا تحصى، سواء في الزمالك او في نادي تاني. فانت معاك لعيب نجح معاك، علاقته باللعيبه كويسه، علاقته بالجمهور ممتازه، نجح معاك، مش محتاج ان هو ينسجم بقى خلاص، ولا محتاج ان هو هياخد وقت يتعود ولا اي حاجه. فانا مش عارف ليه المماطله كل ده في عدم تجديد فرجاني. بقى لنا 4 شهور بنتكلم في هيجدد مش هيجدد، لا ده عايز 2، لا ده عايز 3، ومش شايفين اي خطوه اتاخدت في الموضوع ده. يعني شادي عايزين كده سريعا واحنا معانا 4 دقائق على الختام، في ال4 دقائق دي نتكلم عن اللعبه اللي مش واخده حقها، لعبه الباسكت في نادي الزمالك، خصوصا بعد ما كسبنا نادي الجزيره النهارده. شايف وجود اوجوستي بوش المدرب الاسباني واحيائه لبعض اللاعبين باركه امل للفوز بالدوري ال14 هذا الموسم او ال13؟ بص، في مثل بيقول لك يعني بيعمل من الفسيخ شربات. المثل ده متطبق حرفيا مع اوجوستي بوش في فريق الزمالك. المدرب ده بدون اي تدعيمات، بدون اي صفقات كبيره، بدون اي دعم حتى للعيبه الموجوده صرفوا مستحقاتها، عامل معجزه. يعني اللي بيحصل في فريق الباسكت في نادي الزمالك حاليا ده معجزه بمعنى الكلمه. صحيح احنا لسه في الدور الاول ولسه ما دخلناش مرحله البلاي اوف، ولكن الفريق ده في اول الموسم احنا خسرنا من القناه، مع احترامنا طبعا لنادي القناه مش موجود في الباسكت. خسرنا من سموحه، كنا بنخسر سكور كبير السنه اللي فاتت، مفيش اي تدعيمات حصلت، بيلعب من غير دك بدلاء تماما. احنا يعني بنبقى في اي بيساعد الناشئين برضو، اعتماد طبعا هو والكابتن ياسر عبد الوهاب مع الناشئين، طلع اكتر من ناشئ الفتره احمد اللي ياسر فاتت. عبد الوهاب بالظبط كده، حجازي حسن من مستوى لعيبه كتيره جدا، شايفين شغل فني حتى في الملعب. يعني الموضوع حتى مش جمل تكتيكيه بتتعمل. الموضوع مش قصه ان لعيب كبير عندنا مثلا زي ما كان ستوجلين موجود، ان لعيب كبير هو اللي شايل الفرقه، لا. يعني في فرقه دلوقتي تقدر تقول والتر شغال كويس جدا، والتر هوجي محترف، انس ممتاز، كيجو ممتاز، مهاب ياسر انضم لنا اعاره لمده شهرين من الجامعه طبعا، اسلام سالم وكريم الدهشام. كريم الدهشام في صناعه الالعاب برده ممتاز السنه دي كويس جدا، ولكن الفريق بيتاثر جدا في غياب اي لاعب من الاساسيين. شفنا في ماتش الاهلي الاخير مجرد ما انس اسامه خرج للاخطاء المباراه انتهت، يعني التفوق بتاعنا انتهى. دور الراجل اللي بيعمل بلوك تحت السله خلاص، هم حتى الاهلي بقى بيلعب عينه تحت السله. عمر طارق وسامح، عمر طارق وتقريبا اللي معاه عبد الفضيل. انا شايف الفريق مش مدعم خالص، الجهاز الفني بقى له اكتر من فتره بيطالب بصفقات، واحنا حتى الان بالرغم من كل التاخيرات في ايدينا ان احنا ندعم الفرقه، معانا ان احنا نقدر نجيب صفقتين قبل بدايه مرحله البلاي اوف. هو فتره القيد موجوده في الباسكت دلوقتي مفتوحه لحد البلاي اوف، اول ما يبدا البلاي اوف خلاص الموضوع. طب وايه اللي موقف الموضوع؟ مفيش فلوس. الجهاز الفني ومتفقين مع اللعيبه، متفقين مع 2 لعيبه ممتازين جدا ومستنيين مقدم العقود، ومفيش حد مهتم باي حاجه. احنا شفنا حتى في اول الموسم انس وكيجو كانوا هيفسحوا عقودهم بسبب مفيش فلوس. اللعيبه حتى اللي موجوده مش متجازه ماديا على النتائج اللي بيعملوها. فانا عشان كده بقول اللي بيحصل في كره السله حاليا ده لو قارناه حتى بكم المبالغ والمصاريف اللي اتصرفت على فريق الاهلي في الباسكت، فريق الاتحاد مبالغ صرف 50 مليون جنيه خرافيه، جايبين لعيبه دوليه، يعني بتتكلم في لعيبه صف اول في مصر، عمرو الجندي وعمر طارق و يعني. نفس الكلام في الاتحاد، فرق كبير جدا، ولكن احنا ماشيين كويس لحد دلوقتي. ولكن انا من وجهه نظري هيبقى صعب نكمل بنفس الخمس ست لعيبه اللي عندنا في البلاي اوف. طب اخيرا واحنا خلاص بنختم، الزمالك ممكن ياخد الدوري في الباسكت لو دعم بالصفقتين الجهاز الفني محتاجهم؟ يقدر. وفي اليد؟ في اليد يقدر باذن الله يقدر، والطايره كمان يقدر. واتمنى بس قبل ما نختم، الالعاب الجماعيه بتاعتنا هي مصدر البهجه بتاعتنا، اتمنى الاهتمام بالالعاب الجماعيه. يا جماعه ما نفرطش في الناس دي بتلعب من غير فلوس ومن غير عائد، وبتلعب عشان بتحب النادي. يعني هم ما فيش اي عائد قدامهم غير ان هم بيحبوا النادي، ممكن ما يلعبوش، ممكن يكبروا دماغهم ويلعبوا على الواقف،
ولكن مموتين نفسهم ومتصدرين سعر. لأول مرة في الثلاث ألعاب، فأرجو بعض الاهتمام بيهم. هم الفرسان اللي هم بحق وحقيقي، هم مصدر البهجة بتاعتنا دايما، هم مصدر البهجة دايما. شادي طارق أو شادي سبورتيف صديقي والمحلل القروي، استمتعت بالحلقة النهاردة واستمتعت بشرحك والداتا اللي كانت معاك ونادي الزمالك وجمهوره، استمتع بيك أكتر، وبالتوفيق طبعا بكرة في لقاء الغد لنادي الزمالك وكل جماهيره. يا رب يا بالتوفيق لينا، وأشكرك يا أحمد شكرا جزيلا، وأتمنى كنت ضيف خفيف عليكم. طبعا ضيف خفيف. بشكر طبعا شادي طارق اللي كان مشرفني النهاردة. كل التوفيق لنادي الزمالك والنادي الأهلي وكل الفرق المصرية المشاركة، وبوجه أخص نادي الزمالك بما أني زملكاوي وبما أننا زملكاوية هنا. إن شاء الله نادي الزمالك يعدي الترجي بكرة. تابعونا يوم الاثنين القادم وحلقة جديدة إن شاء الله من برنامج الملعب مع أحمد زادة. دوما تقبلوا تحياتي، شكرا لفريق العمل، شكرا لقناة الصحة والجمال، تصبحوا على خير.